السلام عليكم. اليوم عندنا برمجة للومينا اس اس. انا من عشاق اللومينا، استمتع وقت البرمجة في اللومينا. المميز في هذه السيارة انه الماكينة الالستري حقت السيارات جات فيها، بعت على راعي السيارة هذه الله يبارك له، وشبك عليها كام برضو ستيج فور ما شاء الله بي تي ار، ويعني هوايات كام باختصار اكس فورس في سي ام. فيلا خلونا نبرمجها. نشبك الوايد باند الخارجي حقي، هو عنده وايد باند بس هذا للاحتياط عشان الشغل يصير انظف وانظف، عشان اعرف قراءة الاف ار وكل شيء يطلع سليم 100%، ما في اخطاء ما في استهبال. هذا الوايد باند الخارجي حقي، هذا الفايل يتم سحبه الان. الآن ما شاء الله السيارة طيبة، أخذنا رن وهذا الرن الثاني، دحين رن ثالث عشان نقفل الأمور إن شاء الله. الكام معطي باور على الهاي 40، شيء طيب يعني من الآخر. يلا ندوس اول ثاني ونقول بسم الله، كيف تجربة فان. تبارك الرحمن، ما شاء الله حلو السيارة ما شاء الله.